احنا توا في برج المسعودي، جينا المجمع في برج المسعودي، جبنا له تجهيزات خاصة بتربية الدجاج. جبنا ثلاثة كوفوز كل واحدة فيها تهز 510 عظمة. جبنا لهم لي شوفاج اللي تابعين المشروع، وهو هدية راهي دفعة أولى ومازال دفعة ثانية. عندنا مجموعة متاع نساء اللي باش تستفيد من المشروع هذا في المجمع متاع برج المسعودي. هذا الكل حبينا أنه النساء الموجودين في برج المسعودي والموجودات في برج المسعودي تستفدنا من المسألة هذه في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة. عاودكم الرحايل الاخرى اللي ترحي ال الاخرى ترحي الهريسة، ثلاثة ماكينات اخرين باش يجوا في الاطار المشروع هذا. القيمة الجملية تاع المشروع هي 50 مليون. المشروع هذايا هو برنامج التمكين الاقتصادي الذي يعتمد سلاسل القيمة، وهو موجه معناها تحديدا لبعث وتجهيز المجامع النسائية في المناطق الريفية. احنا اليوم مندوبية سليانة اختارت مجمع الأمل في برج المسعودي بعد دراسة وجلسات متتالية كانت في البلدية، كانت في على مستوى المندوبية وكذلك مع النساء مباشرة. المشروع هذا هو بكلفة 50 ألف دينار. المشروع هذايا هو في شكل زوز مشاريع. المشروع الاول هو تربية دجاج الضيعة، اليوم مكناهم من عدد من حاضنات البيض، لكن ومجموعة من التجهيزات اللي استغلوها في علف الدجاج، كذلك المدفئات. والمشروع مازال متواصل، هذه الدفعة الأولى. الدفعة الثانية باش تكون في شكل بيض في شكل دجاج والعلف نتاعو. المشروع الثاني هو باش يكون تدعيما لنشاطهن، اللي هو يخدم على أساسا على إنتاج اللفحات، باش يكون فيه الآلات اللي ترحي. هو في شكل طاحونات كبار، طاحونة للقمح والشعير، طاحونة للهريسة، طاحونة للفلفل والحاجات نتاع العولة الكل. هذا المشروع إن شاء الله باش يكون مدعم بسلسلة من التكوين بالشراكة مع مكتب التشغيل بيغافور، كذلك باش يكون فيه تكوين خاص في تربية الدجاج وبدعم من عديد الأطراف. عاونتنا مندوبية المرأة بالماتريال كوافازات باش نعملوا بها مشروع خاص بالمرأة، خاص بها مورد رزق لها. المرأة تعمل رأس مال وحدها، نقولوا نحن تخدم مشروع وحدها وقايم الذات وتبقى ديما تخدم. التجهيزات نتاع المجمع أهميتها تندرج في أنها تعاون المرأة الريفية، تعاونها باش تحسن مدخولها وباش تعاون دارها وصغارها، وبشوي بشوي تطور معناها مشاريعها. وكانت تحب هي تعمل حاجة أخرى، نبدو بالحاجة الصغيرة لناخذ الحاجة الكبيرة.